التواصل يستمر واللقاء يتجدد بحضراتكم متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام. ينطلق بحفظ من الله ورعايته الشوط السابع، الشوط السابع الخاص بالأفكار المشتركات. نذهب إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، لنجد هناك الشاهينية لسعيد بن سلطان بالحودي الشامسي. بينما المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية، المركز الأول، المركز الثاني الشاهينية لمبارك بن سعيد بن حمرور العامري. بينما المركز الثالث، شوف التدخل مع المركز الثالث، هناك نقض ضوء لراشد بن عبد الله الشامسي، ولكن التغيير من قبل مياسة لمنصور بن محمد الشامسي. نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المقدمة، لنجد الشاهينية لسعيد بن سلطان بالحودي الشامسي مع المقدمة، مع الصدارة، مع المركز الأول. بينما المركز الثاني الشاهينية لمبارك بن سعيد بن حمرور العامري. شوف التحديات، شوف الانطلاقة. نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى شعار بالحودي، إلى شعار بالحودي، يريد تسجيل النقطة الثانية في هذا الصباح. شعار بالحودي مع المقدمة. بينما المنافسات القادمة، شوف التحديات من قبل الشاهينية لمبارك بن سعيد بن حمرور العامري. شوف التحديات، شوف الإثارة، التحديات المثيرة في هذا الشوط بالحودي مع المقدمة. شوف التحركات من قبل الشاهينية، شوف التحديات من قبل الشاهينية، شوف التغيير. الشاهينية لمبارك بن سعيد بن حمرور العامري، غير العامري مع المقدمة، مع الصدارة، مع المركز الأول. شوف التحديات، شوف الانطلاقات الأخيرة مع الشاهينية، مع الشاهينية مبارك بن سعيد بن حمرور العامري، بن حمرور العامري مع المقدمة، بن حمرور مع الصدارة، مع المركز الأول. بينما بالحودي، بالحودي قادم، ولكن خلاص حسمها، حسمها مبارك بن سعيد بن حمرور العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، هناك الشاهينية لسعيد بن سلطان بالحودي، بالحودي الشامسي. بينما المركز الثالث، هناك نجد مياس منصور بن محمد الشامسي. توقيتنا الزمني في هذا الشوط دقيقتين، دقيقتين وتسعة. تهانينا والناموس.